السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أتكلم عن إكسسوارتين مخصصة للآيباد برو، البنسل والسمارت كيبورد. الشيء ضروري جدا قبل ما أدخل في التفاصيل واستعراضي للوحة المفاتيح أو القلم نفسها، لازم تفكر هل هو ضروري جدا بالنسبة لك أو لا. مو والله إذا شريت الآيباد برو لازم تاخذ البنسل أو لازم تاخذ السمارت كيبورد. يمكن ما تحتاج البنسل لأنك ما أنت رسام أو ما تحب تكتب الملاحظات، أو ممكن ما تحتاج لوحة مفاتيح لأنها ما تدعم اللغة العربية وما وتفضل الكتابة من خلال الشاشة. فالأمر بيعتمد عليك شخصيا. الشيء اللي أقدر أنصحك فيه وأعتبره مهم جدا هو السمارت كفر، لأنه تحتاج أنك تحوله إلى مسند بسبب حجم الجهاز الآيباد برو. بنفس الوقت في ناس يستهدفون البنسل، في ناس يهتمون في موضوع الإنتاجية والكتابة باللغة الإنجليزية، ومع أنه يدعم اللغة العربية وراح أتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. فهذا الفيديو راح يناسبك وراح يهمك وبشكل كبير. سعر البنسل 99 درهم امريكي او ما يعادل 399 درهم اماراتي او ريال سعودي، وسعر السمارت كيبورد 649 درهم اماراتي او 169 دولار امريكي تقريبا، ماني متاكد من السعر النهائي. متوفر فقط اللون الرمادي لسمارت كيبورد والبنسل اللون الابيض. فخلوني ابدا مع البنسل. اول ما تفتح الصندوق الخاص بهذا القلم راح تلاحظ فيه بعض الاكسسوارات الاضافيه مثل راس القلم، في وهذا شيء مفيد جدا مفيد. الرسامين او اللي يكتبون ملاحظات او مثلا في موضوع التواقية او تحريك المجسمات وغيرها، مع الاستخدام الطويل جدا تقدر تغير راس القلم بدون ما تحتاج انك تشتري القلم نفسه من اول وجديد. في عندك برضو قطعه شاحن في حال انك ما تبي توصلها في الايباد برو، فبرضو هذا الخيار موجود مع او بداخل الصندوق الخاص بالبنسل. طريقة الاقتران جدا سهلة، بس توصلها في الايباد برو، لازم توصلها في الايباد برو علشان تتم عملية الاقتران. والاقتران جدا سهل. القلم جدا مريح من ناحية الاستخدام، مسكته طويلة، طوله تقريبا مثل طول القلم الرصاص نفسه. بالاعلى او في الجهة العليا من القلم نفسه في عندك قطعة من المغناطيس تشبك على طول، تشيلها يكشف لك على المنفذ اللايتنينج. لما توصل في الايباد برو خليك حذر شوي، لانه ما حسيت انه موضوع انه خلاص اشبكه وانت الموضوع، لا تحتاج انك تنتبه وانت تشبكه. ما حسيت بالامان، وخاصه حسيت انه بيكسر اللايتنج الموجود في الايباد برو، فانتبه من هذه النقطه. الشيء الثاني، البطاريه الخاصه بالبنسل نفسها تصمد معك الى 12 ساعة. انا استخدامي جدا خفيف للقلم الضوئي، فبالتالي الاستخدام المتقطع صمد معي يومين. لكن اذا انت مثلا انتهت البطارية الخاصة بالبنسل ممكن تشحنه لمدة 30 ثانية 15 ثانية، يعطيك 30 دقيقة. فهذا برضو خيار جدا سريع لشحن الايباد برو. القلم بنسل هو قلم أشبه ما يكون بالقلم الرصاص الحقيقي، وأقصد من ناحية الاستجابة. الفكرة ما فيها أنه القلم نفسه مزود بمستشعر، مستشعر بعدد كثير من المستشعرات بالحقيقة، لكن من أهم المستشعرات الموجودة في هذا القلم هو مستشعر لحساسية الضغط. إيش يفيدك في موضوع هذا؟ أنه لما تجي تكتب سواء يعرف يفرق ما بين الخط النحيل والخط العريض، يعرف يفرق لما انت تميل بالقلم مثل ما تسوي بالقلم الحقيقي مع الورقة، فيتحول اشبه ما يكون بفرشاة، وخاصة لما تيجي ترسم. فهذه فائدة حساسية الضغط، وفعلا فعلا استجابة اقدر اقول لك انها مذهلة جدا. افضل قلم جربته للعام 2015. كنت معتقد انه السيرفس برو يقدم قلم جدا رائع، لكن كحساسية الضغط وكاستجابة جدا مذهلة، اللي هي لصالح البنسل بكل تأكيد. البنسل نفسه غير متوافق مع أي آيباد آخر، حاولت أني أسويها مع الآيباد Air 2 أو الآيباد ميني، ما اشتغل معي للأسف. الشاشة أعتقد الموضوع له علاقة بشاشة الآيباد برو بما أنها تدعم 240 هرتز، والفائدة من هذه يا شباب أنه ما يظهر لك اللاج، فبتلاحظ ان الاستجابة جدا ممتازة مع شاشة الايباد برو، والشاشة نفسها تعطيك استجابة ممتازة مع البنسل. وش بعد؟ التطبيقات الخاصة بالبنسل جدا كثيرة، هذا اللي شيء لاحظته. فعندك ادوبي سكتش، فوتوشوب ماكس او ميكس عفوا وليس ماكس، فيه نوت نفسه، فاستخدمت برامج طبية برضو. ف كل اللي لاحظت اول اوتوكاد نفسه، فكل اللي لاحظته انه
قاعد يعطيك استجابة ممتازة في تحريك المجسمات، زوايا الرسم. أنا مالي خبرة في الرسم، لكن مجرد ما استخدمته أول يوم، أول ما طلعته أحس يعني رسم الابتسامة في وجهي، لأنه عرفت إنه كيف قدر يتعرف وبدقة عالية جدا في موضوع الاستجابة من خلال البنسل. فممتاز، ممتاز جدا للرسامين، ممتاز جدا للمهندسين، ممتاز جدا للأشخاص اللي يكتبون ملاحظات، أو إنه مثلا تستخدمه كتوقيع في الإيميل وغيرها من هذه الأشياء. أنصحك فيه وبشدة. لما تيجي للسمارت كيبورد نفسه، فعبارة عن جراب يوفر لك مسند ويوفر لك لحن فتيح. لوح المفاتيح ما تدعم اللغة العربية، وأقصد الشكل الخارجي، لكن يدعم ككتابة إذا حولت ما بين اللغات، وتحتاج إنك تحفظ المكان، أماكن الحروف علشان تعرف كيف تكتب. استلزم الموضوع عندي أنا تقريبا 4 أيام إلى 5 أيام علشان أعرف كيف أكتب باللغة العربية. الأزرار نفسها، الأشخاص اللي استخدموا الماك بوك، أعتقد نسخة 2015، راح يعرف إنه شبيهة نوعا ما بالماك بوك. تمنيت أن يكون في صف إضافي للاختصارات أو الوظائف الأساسية، مثل العودة، مثل إدارة المهام، أزرار المالتي ميديا. شفتها في كذا لوحة مفاتيح لعدد من أجهزة اللي تدعم أجهزة الآيباد، مثل لوحة المفاتيح الخاصة بشركة لوجيتك، كان ممكن يكون خيار مرحب به. الشيء اللي لاحظته برضو إنه في أزرار، في زر اسمه الكوماند. الكوماند هذا مفيد جدا، مفيد في إعلامك بالاختصارات اللي ممكن تسويها على حسب المكان اللي انت تكون فيه. فمثلا لما تكون انت في الشاشة الرئيسية وتعلق على كوماند، يعلمك انه ممكن ترجع الى القائمة الرئيسية وتطلع من التطبيق نفسه اذا علقت على كوماند وشيفت اتش. مثلا اذا حبيت تحول الى البحث، اضغط على كوماند وسبيس. مثلا انت اذا حبيت تتنقل ما بين التطبيقات اللي انت فتحتها، فممكن تضغط او تعلق على زر الكوماند مع زر التاب، فهذا برضو خيار مفيد جدا ويغنيك نوع ما من الضغط على الشاشة، فخيار كويس. من ناحية الاستجابة من خلال المفاتيح ممتازة، الازرار جدا هادئة وانا ضغط عليها فما واجهت فيها مشاكل. راح يكون مفيد جدا وبكثير الأشخاص اللي يستخدمون أو يعتمدون على شغلهم باللغة الإنجليزية. نعم أنا أنصحك فيه، أو إنك إذا تحفظ أماكن اللغة العربية، حروف اللغة العربية، فنعم راح يكون مفيد برضو نفس الشيء. تمنيت إنه يكون في إضاءة خلفية، مثل ما شفت لوح المفاتيح، واحد من لوح المفاتيح المقدم من قبل شركة لوجي. بس هذا اللي أقدر أقول لك إياه مع لوحة المفاتيح والبنسل. ما هو ضروري إنك تاخذ هذه الأشياء، لكن ضروري للأشخاص اللي أو الأشياء اللي أنا إذا هذه الأشياء اللي ذكرتها لكم مفيدة، نعم أنصحك إنك تاخذ يا البنسل يا تاخذ سمارت كيبورد على حسب احتياجاتك اللي أنت تحتاجها، سواء كنت مع البنسل أو سمارت كيبورد. كان معكم أخوكم سلطان قحطاني، أتمنى أن هذا الفيديو فادكم بشيء قليل، ولو بشيء قليل يعني. لا تنسى تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نشوفكم على خير إن شاء الله. مع ألف سلامة.